شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في الاجتماع السادس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته المملكة العربية السعودية بمحافظة العلا. نعم، وأكدت سعادة وزيرة السياحة على أهمية هذا الاجتماع في تنفيذ رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد العمل الجماعي، معربة عن حرص مملكة البحرين على تفعيل المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. تمثل السياحة اليوم أحد أهم القطاعات الداعمة لتنويع مصادر الدخل لدولنا، وتأتي أهمية الاجتماع من مدى قدرته على تنفيذ رؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ورعاهم، والذين أكدوا في اجتماعات سابقة على أهمية توحيد العمل الجماعي بهدف تحقيق نمو لقطاع السياحة باعتباره رافداً مهماً لاقتصادات دول المجلس. وها نحن اليوم نجتمع معاً لترجمة وتجسيد هذه الرؤى السامية بالعمل معاً على تنسيق الجهود لتطوير هذه الصناعة الواعدة في مجتمعاتنا الثرية بعوامل كثيرة وإمكانيات ضخمة يمكن أن تحقق أعلى عائد في القطاع السياحي. لأن الفيصل في تحقيق إنجاز بهذا القطاع يكمن في التعاون والتنسيق بين دول المنطقة وإيجاد شراكة فاعلة لجذب السائح إلى منطقة الخليج العربي. أصحاب المعالي والسعادة، سيناقش اجتماعنا هذا عدة موضوعات على رأسها الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والتي تتطلع أن يتم ترجمتها لخطط وبرامج مشتركة يخرج بها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين وتجسد على أرض الواقع. كما من المقرر وضع الإطار العام لاستكمال الدليل الاسترشادي للسياحة ومنصة السياحة بين دول مجلس التعاون.